بالله ما شاء الله بالانجازات اللي حصلت دي بتتطلع لايه بقى في اللي جاي؟ انت قفلت كل الميداليات خلاص، يعني اللعيبه المنافسه كلهم بيشتكوا مفيش ميداليات، قال لك علي زهران خلص الميداليات. بتفكر في ايه بقى في اللي جاي؟ او بتستعد لايه في اللي جاي؟ ان شاء الله الفترات اللي جايه دي في بطوله عالم عندنا في شهر 10 في اليابان، ان شاء الله تكون الفتره دي كويسه، وفي كاس عالم تاني في شهر 9. تبقى الفتره بتاعت الكورونا دي تعدي يعني كويسه، ونقدر في بطولات ساعات بتتلغي وايفنتات، بس اعتقد ان شاء الله الفتره دي ابتدت مع اللقاح اللي بيبتدي يتاخد وكده، اعتقد ان الدول ابتدت تفتح، وان شاء الله نعمل نتيجه كويسه وميداليه برضو كبيره كده لمصر يا رب ان شاء الله. وربنا ان شاء الله يكرمنا في اللي جاي. بالمناسبه بقى طالما احنا قاعدين مع بطل عالمي وكاس عالم وميداليات ذهب وحدوته كبيره، السن الامثل لاي طفل عشان يبتدي يمارس رياضه الجمباز؟ السن الامثل انا من سن 4 سنين يبتدي الجمباز، يعني انا بادئ من سن 4 سنين. أوكي. مش بقول لا ان الاربعه بس هو اللي يبتدي، لا 4 و5 سنين و6 سنين يقدر. هي الفكره كلها ان انت بس عندك مش بعد كده علي، يعني مش بعد كده. مش بعد يعني 5 سنين، يعني ما ينفعش طفل عنده 11 سنه يبتدي مثلا؟ هو الافضل الصراحه يبتدي من 5 سنين. أوكي. ده الافضل عشان يبتدي، يعني هنا بيبقى الجسم جاهز للتشكيل بمعنى اصح للمرونه، وبعد كده يبتدي ياخد الفتنس البسيط. بس على فكره على ذكر التشكيل، في برضه مش عارف الى اي درجه الكلام ده صحيح، برضه في موروث كده شعبي يقول لك ايه، لا الجمباز طبعا جميل وبيعمل جسم كويس هو، بس يعني ايه بيعطل عمليه الطول النمو بالظبط. المعلومه دي صح ولا لا؟ هي المعلومه دي مش صح تماما، يعني انا شايف ان هي مش صح تماما. لا هقول لحضرتك، هو امتى ممكن يوصل للنقطه دي؟ اعتقد ان النقطه دي في المراحل مثلا بتاع سن 12 سنه او حاجات، سن 12 13 14 سنه في الجزء ده ممكن ساعتها يبتدي ياثر شويه، بس مش بيأثر بالشكل الكبير اللي كلنا متخيلينه. زي مثلا الحديد، ما هو بيقول لك يعني لما تيجي تشيل حديد ما ينفعش في سن صغير عشان ما تعملش الضمور في المفاصل او في مراكز النمو بمعنى اصح. فبيبتدي يقول لك لازم تشيل ويت خفيف. هي بنفس الوقت برضو دلوقتي بقى الاحمال او الشغل بقى بسيط عشان المفاصل ما يبتديش يحصل فيها ده، على كل واحد على حسب السن. في معايير بتتحط في الاجباريات او في الجمل الحركيه اللي بتتعمل لكل طفل في المراحل السنيه دي عشان نحاول نحافظ ان ما يبقاش في ضمور. ممكن قبل كده كان الموضوع بيحصل بس مش اللي هي بتبقى حاجه كبيره برضه، بس لما بيبقى بياخد راحه وزي اصابه معينه بيبتدي الموضوع يرجع تاني. بل بالعكس، ده في ناس مثلا بتلعب جمباز وتقعد شويه مثلا وبعد كده تقوم مبطله تحس مره واحده ان هي طولت، او بياخد اجازه مثلا. هو ده ياكد الكلام اللي بيتقال بالظبط. هي فعلا بتاثر، هي بتقلل شويه بس يعني، او ايه، ما بتخلي المرحله تاخد وقت اطول يعني غير العادي. ممكن يبقى معايا الطفل مثلا في المدرسه او اصحابنا مثلا في المدرسه معانا، تلاقيه مثلا هو اطول منك، ايه الفرق؟ لا انت ممكن يعني اقصر منه شويه، لما تاخد اجازه تلاقي نفسك طولت. هقول لك هو الجمباز الصراحه حلو الجمله، لما تاخد اجازه تلاقي نفسك طولت. ريحت فعلا، لان الجمباز دايما فيه زي اقول لحضرتك حاجه، الجهاز الارضي، الجامب، التمبوهات الكتير، الحاجات دي هي اللي بتاثر شويه على المفاصل. بس دلوقتي الموضوع بقى علمي شويه، وبصراحه هو الجمباز برضو للسن الصغير مهم جدا للاهالي. ليه؟ لان هو البيز للرياضات، بيشكل لك جسم، مرونه، قوه، سرعه، رشاقه. هتبتدي بعد كده لما تيجي تخش مثلا من سن 10 سنين حتى لو ما كملتش وما لقيتش مستقبلك فيها، بس على الاقل متاسس كويس جاهز لاي صحيح. رياضه فعلا صحيح. بس علي مليون مبروك، واحنا مستنيين منك المزيد ان شاء الله من الميداليات. بالمناسبه هتبقى لك مشاركه في طوكيو ان شاء الله. طوكيو انا لسه في بطوله كاس عالم، ربنا يكرم، وتبقى موجوده في الدوحه لو ليا نصيب فيها ان شاء الله اطلعها. هنقفل ميدالياتها باذن الله، ربنا يكرم باذن الله ان شاء الله. كل التوفيق ليك، وحاجه جميله جدا وشيء مشرف جدا ونموذج مشرف للشاب المصري الرياضي المجتهد اللي فعلا بيحقق انتصارات على مستوى العالم بالمعنى الحرفي. علي مليون مبروك.